السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم متابعينا الكرام متواجدين في القناة تاعنا على اليوتيوب صناعتك دي زاد. كما شفتوا في عنوان الفيديو راح نطرقوا لمراجعة خفيفة وسريعة لجهاز اجيون ار سويت ايفو جديد اللي تم طرحه في السوق الجزائري حوالي مدة اسبوعين. راح نطرقوا المميزات والجديد اللي فيه ومع السعر الخاص به حاليا في السوق الجزائري ومناطق الجزائرية. لكن قبل البداية هذه الصفحة تاعنا على الفيسبوك صناعتك دي زاد، الصفحة تاعنا جديدة، مرحبا بالجميع. بعد غلق الصفحة القديمة راح تلقاو جديد الصات وأجهزة الاستقبال مع وضع قناة نقل المباريات اليومية مع تردد والقمر. مرحبا بالجميع. الآن نبدأ على بركة الله. كما قلنا بين قوسين هذا الجهاز نسخة طبق الأصلي نسخة القديمة الأل سويت إيفو، هذا عبارة عن نوفو فقط 2023، نفس النسخة القديمة. بمعنى فيه فانك، بمعنى خوتي راح يجي معاه عام سيرفر فانكام اللي يفتح الشيرينج أسترا وتبارد إلى غير ذلك مدة عام كامل، فانكام اكيد ابولو مدة عام كامل، وي فاي انتجري. راح نفتحوا اللعبة، امامكم. ها هو الجهاز، راح يجي بهذه المنافذ ال ام بي ال اتش دي ام اي ار في يو اس بي 1 ومنفذ الباور، هنا الازرار. راح نطرقوا للسعر الخاص به. هنا راح نلقاو الريموت كنترول اللي عودتنا عليها الجيون، هنايا الشاحن، بعد نلقاو هنا الكتيب الاستعلامات، هنا لافيشه الخاصه به وكابل اتش دي ام اي، هنا راح نلقاو بطاريات وبطاقه الضمان. هنا راح نلقاو الجهاز الخاص بنا. كما قلنا راح يجي عام فانكام سيرفر، عام ابولو، ايضا واي فاي انتجري داخلي، يعني ما كلا تشري له كابتشر واي فاي خارجي. نفس النسخه القديمه. جديد هو إضافة بعض التطبيقات المجانية، ها هي قمنا بكتابتها في ورقة والكود الخاص بها. كما قلنا عام فانكام، عام أبولو، عام ماي اتش دي مجاني، أيضا عام لينكس والكود الخاص به تفعيل من 1 إلى 9، عام ميجا ستار مدة عام كامل، تقوم بكتابة رقم 5 12 مرة، و ايضا شوتر، تطبيق شوتر تقوم بكتابة رقم 7 12 المرة. هذا هو جديد هذا الجهاز. كما قلنا راح يجي بهذه اللعبة، يجي اللعبة باللون الازرق او الازرق والاسود وايضا اللون الاصفر والاسود. كما قلنا هذا هو جهاز الجيون. من ناحية السعر حسب المنطقة اللي تواجد فيها الجهاز ما بين 350 إلى 400 ألف. إذا تجاوز هذا السعر ننصحكم بعدم شراء الجهاز، وحذاري يتم بيع لكم النسخة القديمة على أساس النسخة الجديدة. من ناحية الميني نفس الميني النسخة القديمة، لكن ننصحكم بشراء الجهاز. هذا الجهاز عبارة عن أصحاب الفئة المتوسطة. نوصل نهاية هذا الفيديو، إن شاء الله سنقوم بإعادة فيديو تفصيلي لكيفية عمل تحديث وتفعيل السيرفر الخاص بهذا الجهاز.